الآن والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم يا شباب في اجتماعنا الراعي الصالح، وزي ما احنا متعودين هنبتدي ببعض الأسئلة. وقبل الكلمة هبقى أقول لكم كده شوية إعلانات عن الأربع الجاي اللي بنعمة ربنا هنتقابل فيه في الكنيسة لأول مرة بعد طول غياب. الأول نبتدي بالأسئلة وبعدين نشوف. في بنوتة بعتة بتقول: يا ابونا أنا بنت عمري كذا سنة، في نهاية الجامعة اتقدم لخطبتي شاب، ولكن بعد فترة عرفت أنه هو وأسرته بيشتغلوا في السحر والأعمال، وبعدت عنه خالص، لكن حصلت مشاكل كتيرة بسبب أن أنا رفضته. وبعدها وجدنا ماء داخل الشقة، ومن ساعتها أي حد يتقدم لخطبتي بعد فترة صغيرة من زيارته للمنزل بيشعر بخنقة وزهق، وبيقول مش قادر يكمل بدون أي أسباب نهائي. والموقف ده اتكرر كتير جدا. ذهبت للكهنة وكانوا بيقولوا مفيش حاجة لأن أنا بتناول باستمرار، ولكن إيه تفسير اللي بيحصل ده وإيه سبب الخنقة دي؟ وكنت عايزة أقابل حد من الآباء الكهنة اللي عندهم مواهب روحية، أعمل إيه؟ بص يا بنتي، طبعا أنا أضم صوتي صوت الآباء الكهنة اللي أنت سألتيهم، إن طول ما أنت بتتناولي مفيش خطر عليكي خالص. ومع هذا مدام أنت داخلك الشك هقولك حاجة: تطلبي من أبونا مية لقان، وممكن نصلي كل يوم المزامير بتاعتنا، سواء بنصلي باكر أو نوم أو غروب على حسب قانونك الروحي، ونبتدي نقول لربنا لو في حرب يا رب ابعدها عننا. الحاجة التالتة والأخيرة: لو الموضوع ده زيادة وتكرر بقى وانت صدقتي في كده، هنعمل صلاة اسمها صلاة الأنديل، يعني أبونا هيجي ويصلي صلاة أنديل كامل، دي بتاخد حوالي ساعة لربع صلاة، وبعدين بيمسح البيت كله بزيت. بس أنا شايف حاجة، إن في يعني اللي بخاف من الشيطان الشيطان بيتسلط عليه أكتر، واللي بيؤمن بالحاجات دي الحاجات دي بتحاربه أكتر. أرجوك تجاهلي الفكرة واثبتي في التناول واثبتي في محبتك لربنا وصلواتك العادية، والحرب دي كلها هتتشال من حوالينا. السؤال اللي بعد كده بيقول: مساء الخير، أنا هنا في واحدة كاتبة بتقول أنا ست متجوزة بقالي 10 سنين. حكاية إن ست متجوزة وبقالها 10 سنين وعندها مشاكل زوجية، ده مش المكان بتاع السؤال ده. المكان بتاع السؤال ده ممكن اجتماع تاني، لكن احنا هنا بنتكلم شباب جامعة وشباب خريجين، لكن المتزوجين دول ممكن نجاوب في عشية، او ممكن نجاوب السؤال ده في مناسبة تاني. فبنعمة ربنا في اجتماع عشية هنبقى نجاوب الاسئلة اللي ليها علاقة بالسن اللي اكبر من الشباب. حد بيقول، كاتب سؤال بالانجليزي، بيقول ازاي اقدر اتغلب على الحروب الشريرة؟ من فضلك يا ابونا جاوبني بالعربي. هو يعني السؤال بالانجليزي بس مكتوب كده، يبقى هو واضح انه عايش في دولة برة بس بيفهم عربي كويس. هو الحقيقة طول ما احنا عايشين هنتحارب على مستوى الفكر وعلى مستوى الجسد وعلى مستوى العاطفة وعلى مستوى الذات وعلى مستوى الشهوات. ولو الشيطان بطل يحاربنا يبقى كأن الشيطان واخد اجازة او نسي ولاد ربنا. وعلى حسب معرفتي أنا، الشيطان عمره ما بياخد أجازة وبيحارب ولاد ربنا ليل ونهار. فالفكرة مش فكرة إزاي أتخلص من الحروب الروحية، لأن الحروب الروحية عمر ما حد فينا هيتخلص منها. أنا بتحارب، أب اعترافي بيتحارب، الراهب بيتحارب، أبونا الأسقف بيتحارب، كل الناس بتتحارب. هي الفكرة إن إحنا نتعلم إزاي ننتصر باسم المسيح. هقول روشتة سريعة: أول حاجة نهرب من مصادر العثرات. يعني لو أنا في أماكن ممكن أبص بصات وحشة، لا يبقى ما روحش الأماكن دي. لو أنا في وسط مجموعة بيقولوا كلام معثر أبعد. يبقى الحل الأولاني دايما على قد ما تقدر ابعد،
او على قد ما تقدر اهرب. نمرة اتنين، اتحصن، اتحصن بالمزامير وبالمطانيات. الاجبية فيها مزامير حلوة قوي قوي قوي، خد المزامير اللي بتدي لك قوة كده واطلب من ربنا، والمطانية بانسحاق انك تقف قدام ربنا تقول له انا غلبان قدام الافكار الشريرة، انا غلبان قدام الحروب الكتيرة، ارجوك يا رب ساعدني. يبقى في انسحاق واتضاع، وفي كمان معونه بسر الافخارستيه، انك انت تتناول على قد ما تقدر. ده ابونا في كل قداس بيقول كده، يعطى لمغفره الخطايا وحياه ابديه لمن يتناول منه. فازاي انسان يكون عنده الاسلحه دي ويهملها؟ بصراحه من غير التوبه، من غير التناول، من غير الصلاه، من غير ما تهرب، مش هتقدر تنتصر على الحروب الروحيه. فبواقعيه مفيش حاجه اسمها how to get rid of، يعني ازاي اتخلص من، لا انت ازاي تنتصر. لكن طول ما انت عايش هتفضل الحروب تحاربك. حد بيقول يا ابونا انا باخد من بابا مصروف زياده، ولما بشتري حاجه بقول له ان سعرها اغلى بسبب ان بابا بخيل ومش بيديني حاجه غير مصروفي ومستلزمات الدراسه بالقد، وماما هي اللي بتجيب لي كل حاجه من هدوم واحتياجات شخصيه. ماما بتشتغل ومرتبها ضعيف خالص مش زي بابا، وهي عارفة اني بعمل كده، وفي الاجازة كمان مفيش مصروف، ولا حتى لو رايحة الكنيسة او خارجة مع اصحابي او رحلة او مؤتمر، يا دوبك بيديني حاجة بسيطة جدا. انا بحاول احوش من اقل القليل علشان مش عايزة اخد فلوس من ماما، بس انا حاسة برضو ان كده غلط ان انا باخد فلوس من بابا من وراه، ومش عارف اذا كانت خطية وبابا زعلان، بابا يسوع زعلان مني ولا لا. والفكرة ان اب اعترافي عارف بابا وعارف طبعه الصعب، بس انا مش ما قلتلوش ان انا مديت ايدي، وممكن اتكسف اقوله بس اعمل ايه؟ طب هو كده صح ولا غلط؟ محتاجة ارشاد قدسك. بص يا حبيبتي، لو في موظف بيشتغل في الحكومة بيشتغل شغل كتير قوي بس مرتبه ضعيف، يعني بياخد مرتب قليل مثلا 1500 جنيه، وال 1500 جنيه دول مش مكفينه خالص انه لا يبتدي حياته ولا يتجوز، هل ده يديله الحق انه يسمصر في الشغل؟ هل ده يديله الحق ان يمد ايده على الفلوس اللي في الشغل؟ طبعا ما يديلوش الحق، لان لو عمل كده يبقى وقع في خطية اسمها خطية السرقة. يبقى انا لما باخد فلوس من بابا حتى لو كان بابا بخيل جدا وشادد عليا جدا، انا واقعة في خطيتين، خطية السرقة وخطية الكذب. هقولهم تاني، خطية السرقة وخطية الكذب. انت تكوني امينة حتى اخر نفس، اعتبري نفسك انك في اسرة فقيرة، اعتبري نفسك انك ليك ظروف صعبة قوي، ونقبل هذه الظروف من اجل الله، ونحاول على قد ما نقدر نقتصد، وكمان في الوقت نفسه نخلي حد يكلم بابا ان مفيش حد ما بياخدش مصروف في الصيف خالص، نكلم مع بابا ونحاول معاه مرة واتنين وتلاتة، لكن ما نعالجش الغلط بغلط لان ده ما يرضيش صلاح ربنا. نستحمل شوية، وربنا لو انت عندك ثقة هيتمجد. ممكن بقى تبص تلاقي لما انت ماشيه بامانه تلاقي خالتك عدت عليك اديتك حاجه، عمك جيد بيبارك لك على حاجه ادالك مبلغ تصرفي منه. انا معرفش ربنا هيتصرف ازاي، لكن انا عارف وواثق ان ربنا هيتصرف قدام امانتنا. نستحمل، ومن القليل نقدر نقتصد اللي احنا بناخده، وربنا يديكي ويبارك في المرتب بتاع ماما ويسد احتياجاتكم بقدر الامكان. ماما بقى تكلم بابا شوية، حد يكلم بابا شوية، هنحاول. لكن للأسف البخيل هو بيبقى طبعه كده، وإنسان متعب جدا جدا لكل اللي حواليه. واحدة بتقول يا ابونا أنا بتجرب فوق طاقتي، وبعدين كاتبة لستة إن كان عندها ناس في العيلة بتاعتهم كلها بتحبهم، وواحد ورا واحد انتقل، فبتقول ان في 4 انتقلوا في خلال فترة زمنية قليلة، وبتقول انا زعلانة من ربنا، ليه ربنا بيجربني في كل الناس اللي بحبهم، سواء شخصيات روحية في الكنيسة او شخصيات طيبة في العيلة بتاعتي.
طبعا انا علشان انت طلبتي ان انا ما اقراش السؤال بالتفصيل، انا ما قريتش السؤال بالتفصيل، واللي انت كاتباه بالتفصيل فعلا يخلي الواحد يتخض. ليه؟ لان عدد الناس اللي انت ذكرتيهم في فتره قليله تنيحوا دوت ازعجك. بس برضو دول كلهم سنهم كبير، وكنا متوقعين ان هما ممكن يروحوا السماء. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان ربنا هو ابونا الحقيقي، ابونا اللي قاعد معانا وبيرعانا. اي انسان يا بنتي بنتكل عليه شوية، مش حاجة وحشة ان ربنا يكون سمح لنا ان في ناس في حياتنا طيبين يريحونا، لكن كده كده هيسيبونا ويروحوا السماء. حتى ممكن يكونوا ناس موجودين معانا بس هاجروا، او جات لهم شغلانة في محافظة تانية فما بناش نشوفهم. فلازم نتعلم ان الحياة كده، في ناس كتيرة قوي بنحبها بس هتسيبنا ونسيبهم بسبب ظروف الحياة. لكن حطي كل رجائك في ربنا. داود النبي بيقول آية حلوة قوي، بيقول أبي وأمي تركاني، يعني أبويا وأمي اللي المفروض هما السند والعاطفة والحب ماتوا خلاص، لكن في واحد اسمه ربنا ما بيموتش، وعمره ما نسيني وعمره ما سابني. خلي رجائك في ربنا هتنبسطي. ومعلش يعني كانت سنة صعبة عليكي، أنا موافق إن ممكن تكوني تهزيتي شوية، بس اوعى تخلي الشيطان يقلبك على ربنا. قومي صلي وقولي له أنت أبويا وأنت أمي وأنت جدي وأنت أبونا وأنت كل حاجة بالنسبة لنا. واحد بيقول إحنا ليه في المسيحية ما عندناش شريعة واضحة في العهد الجديد؟ يعني مثلا لو دولة مسيحية الأحكام والتنظيم والعقوبات الخاصة بالمجرمين والجرائم، هل سيكون في عقوبة إعدام وسجون؟ وإن كان ليس هناك سجون أو عقوبات كما هو في العهد الجديد، فكيف تسيطر الدولة على الفوضى؟ مين قال إن لو إحنا دولة مسيحية ما هيبقاش في قانون؟ مين قال لو إحنا دولة مسيحية ما هيبقاش في سجون؟ مين قال لو إحنا دولة مسيحية ما هيبقاش في عقوبة إعدام؟ لأ، ممكن الحقيقة. السؤال ده اتسأل لقداسة البابا شنودة زمان قوي قوي، يعني يمكن حاجة كده من 40 سنة أو 45 سنة، وأنا كنت في المحاضرة دي الحقيقة، يعني أنا كنت في الكاتدرائية وشاب صغير وسمعت السؤال والإجابة بتاعته. البابا قال العهد الجديد ركز على يشبه ملكوت الله أو يشبه ملكوت السماوات، يعني كان كل غرض المسيح ينقلنا من الأرض للسماء، فهذا كان الهدف بتاع العهد الجديد. لكن في حاجات نقدر ناخدها من العهد القديم، لأن المسيح قال ما أنا جئتش لأنقض، أنا جئت لأكمل. طيب العهد القديم كان فيه عقوبة؟ كان فيه عقوبة، وفرق العهد القديم بين القتل الخطأ والقتل مع سبق الإصرار، واتكلم على الزنا وعقوبة الزنا، واتكلم على عقوبات كتيرة قوي. فمن ناحية ان يكون في قانون وضعي على الارض، يكون في قانون وضعي على الارض. ربنا في العهد القديم عمل حاجة اسمها مدن الملجأ، يلجأ اليها القاتل الذي قتل قتلا خاطئا، وعمل عقوبة. لا طبعا في عقوبات في الشريعة، وبالتالي احنا ممكن نستشف من العهد القديم ونطبق الشريعة التي تتلازم مع أو تتناسب مع المجتمع في العصر الحالي بإرشاد الروح القدس. لكن في قوانين، في قوانين، ده حتى الكنيسة عندها قوانين. يعني لما في كاهن بيغلط ممكن يتحاكم؟ ممكن يتحاكم. ممكن يتوقف على الكهنوت؟ ممكن يتوقف على الكهنوت. وممكن مش يتوقف، ده ممكن بعد الشر يعني يتشلح خالص، يعني يجرد من رتبته الكهنوتية، ممكن يجرد من رتبته الكهنوتية. وبالتالي مين قال إن الدنيا هتبقى فوضى؟ بس يعني هو سؤال كده يمكن كان شغلك شوية. واحدة بتقول يا ابونا أنا بنت يعني سنها تقريبا كده آخر ثانوي، من وأنا صغيرة أهلي ما كانوش بيعودوني أروح الكنيسة كتير ولا حتى أعرف حاجة عن الإنجيل. لما بقيت في تانية ثانوي بسبب موقف محرج في الفصل قررت أني أعترف، والمهم اعترفت، وللأسف ما كانش في أي أب كاهن مناسبني، وكان لي أسبابي، حتى اعترفت عند 5 آباء كهنة، وكنت مقررة بعد امتحانات الثانوية عامة أبدأ بداية جديدة مع ربنا لغاية ما جبت 93%. كانت صدمة لي جدا، وده خلاني أتمرد على إرادة ربنا وخلاني شخصية مختلفة تماما، مش بصلي
بشوف حاجات وحشة حتى مش برشم الصليب. وفضلت على الحال ده من ساعة ما النتيجة طلعت، لا عايز أروح أعترف لأن قفلت جدا من الاعتراف. طبعا واضح أنك أنت واقعة بصراحة بصراحة ومن غير زعل في مشكلة، لأن ربنا ما يتخصمش، واللي يخاصم ربنا هو الخسران، وهو ربنا مش هينقص حاجة. أنا اللي بنقص أبوة ربنا. وبعدين ربنا مش مصلحة، يعني تجيني 99 وتبقى ربنا الحلو، أو تجيب لي 93 وما تبقاش ربنا. لا، الحقيقة ربنا ما يتعاملش كده. ربنا هو اداك العمر واداك الحياة، اشكر ربنا على الصحة، اشكر ربنا على كل يوم جديد بيدهولك، اشكري ربنا على محبته ليكي وعلى الكنيسة وعلى كل حاجة بيدهالك. انا عايزك تفوقي من اللي انت فيه ده وترجع بسرعة لربنا والحضنه، لان ربنا جميل قوي. ربنا يا بنتي ما تخاصمش. في سؤال مكتوب بالانجليزي انا هقوله بالعربي على طول. هو حد بيقول تحيات من كندا، وبيقول السؤال اللي انا بسأله: ليه في تأكيدات في العهد القديم، او في تأكيدات ان ربنا بيدي حياة طويلة، بالرغم ان الهدف الاساسي في المسيحية ان احنا نطلع ونعيش مع المسيح فوق؟ وكاتب دليل ان في المزمور 90 اللي هو في الأجبية 90 وفي الكتاب المقدس 91 بيقول: أشبعه طول الأيام. على فكرة طول الأيام هنا يعني طول ما هو عايش، مش طول العمر، لأن داود يعني صاحب السؤال ده بيقول إن في آية حتى في المزمور بتقول إن ربنا with long I will satisfy him. يعني أنا هو أشبعه وأرضيه طول ما هو عايش. بس طول ما هو عايش دي معناها ممكن يعيش 10 سنين أو ممكن يعيش 20 سنة. وداود اللي كتب الكلام ده أساساً معاش غير 70 سنة. يعني إيه على 70 سنة؟ يعني معاش زي أيام آدم وحواء اللي كانوا بالميات. زمان ربنا في العهد القديم كان بيدي طول الأيام كعلامة من علامات البركة، لكن في العهد الجديد not anymore، خلاص إحنا ما عندناش الكونسبت ده. المهم ان الانسان يكون مستعد ويعيش مع المسيح في السماء في احلى صوره، مش مهم هيروح السماء امتى. لكن الايه دي معناها طول ما هو عايش انا هباركه. واذا قلت لك الدليل ان نفس داود عاش في الافرج بتاع الناس اللي هو 70 سنة، ما عاش اطول من كده، ده اللي كاتب المزمور ده. وكانت في حكمه لربنا ان علشان يملى الارض كلها كان بيسمح للإنسان يعيش سنين طويلة. فكان الإنسان لما يعيش سنين طويلة كان يبقى هو بيخلف وأولاده بيخلفوا وأولاد أولاده بيخلفوا. فربنا كان ليه في وقت معين تدبير إن على الناس تعيش وقت طويل عشان تلحق تعمر الأرض. لكن بعد كده الدنيا ربنا حجمها وبقى عمر الإنسان قليل. يا ابونا انا عندي سؤال تعبني، انا عايش مع اسرتي، انا اكتر واحد بيشتغل عدد ساعات وبقبض اقل مرتب بالرغم اني شهادة عالية، بس انا بمقارنة باهلي اقل مرتب. انا الوحيد اللي جالي كورونا وكلهم كويسين. انا حياتي مليانة عقبات، حتى ادفع الامور مش بتحصل وكل حاجة معقدة. صدقني انا حد كويس وعندي ضمير وبحاول اطور من نفسي وبحضر دراسات عليا وباخد كورسات عشان احسن من نفسي. انا تعبت ونفسي ابقى زي كل اللي حواليا مش اقل. غصبا عني بتحصل مقارنات، وبصراحة بشوف ربنا بيدي ناس حاجات وناس تانية لا. اتعبت ونفسي الاقي حل او افهم ايه اللي بيحصل ده ليه. اول حاجة يا حبيبي، لما انت تكون بتشتغل ساعات طويلة ومرتب قليل مقارنة باسرتك، انت ممكن تغير الشغلانة، وممكن تشوف قانون العرض والطلب في الأعمال شكله إيه، وتدور على وظيفة تقدر تجيب منها مرتب أعلى. فدي حاجة في إيدك. وكمل الدراسات اللي أنت بتعملها، وكمل طور نفسك واعرف لغات، ومع السعي هتلاقي حاجة كويسة إن شاء الله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو أنت حطيت في دماغك إنك أنت أقل من كل، الشيطان هيلعبك ويعقد لك كل حاجة في الدنيا. لا، أنا عاوزك تبقى كده
متكل على ربنا ومسلم له يومك وتقول كده في آية حلوة قوي في سفر يقول بتقول فليقل الضعيف بطل أنا، يعني قوم يومك كده قول بنعمة ربنا أنا هكمل وهشتغل وهعمل ووي لآخر. يعني أرجوك ما تخليش الفكرة دي تسيطر عليك. واحد بيقول يا بونا، لا دي واحدة، أنا مش عارفة أتعامل مع أب اعترافي رغم أني بحبه جدا كأبويا الروحي، ومع بعض خادمات ومع بعض في الخدمات يعني بتخدم مع أبوه، وبقول له على حاجات ما بقدرش أقولها لأي حد تاني، بس ساعات بيبقى في ميس كوميونيكيشن بيننا، وساعات بتضايق أنه أوقات ممكن يتجاهلني أو بيعامل الناس كلها بلطف أكتر مني. ببقى ساعات بوصل أني مش عايزة أتخانق معاه، عايزة أقول له على فكرة أني محتاجة افتقاد برضه، بس في نفس الوقت بقول له هو وراه ناس ومشاكل كتيرة، أنا ما أقدرش أغير أب اعترافي بس مش عارفة أحل المشكلة دي. أبونا بيقول لي أن برضو في مشكلة عندي نفسية مش روحية، وأنا مقتنعة أن عندي المشكلة دي، بس أنا اكتشفت كمان أن سبب المشكلة دي هو ضغط الناس علي. ملاحظة بكرر المرة الثانية، أنا مش مستعدة نهائي أروح لأب اعتراف غيره. بص يا بنتي، بلاش تتحاربي أن أب اعتراف بيميز بينك وبين أخواتك، لكن ممكن يكون أب الاعتراف بأبوته حاسس أنك أنت ممكن تكوني أكثر تعلقاً بيه من أخواتك البنات، فعلشان كده بيحاول من غير ما يحرجك أو يجرحك أنه هو يحط حدود شوي، فمش كل وقت بيهزر معاكي زي ما أنت بتقولي، ولا كل وقت بيضحك معاكي، وهو عنده حكمة روحية عارف يعامل كل واحد من أولاده إزاي بحسب احتياجاته. فأبونا في بعض الأحيان لما بيلاقي بنت بالذات متعلقة بيه بزيادة ممكن يفرملها بأن يحط حدود. فسيب الموضوع ده، أنت بتتعاملي مع الله في شخص الأب الكاهن، لكن عاوزين نركز على المسيح اللي في سر الكهنوت، ونركز على المسيح اللي في سر الاعترافات، مش شخصية أبونا نفسها. يا ريت يا حبيبتي تفكري في اللي أنا بقوله عشان نقدر نتفطم شوي. آخر سؤال نختم بيه، يا بونا أنا هختصر على قدسك على قد ما أقدر، أنا شاب سني فوق 25 سنة بقع في خطايا كتير قوي، بحب ربنا وبحس بوجوده أوقات كتيرة قوي، وبحس قريب مني وببقى عايز أتكلم معاه كتير، وإبليس بيحاربني، طلبت معونة ربنا كذا مرة مش قادر أقاومه لوحدي، إبليس مسيطر على تفكيري وإرادتي بطريقة بشعة، زي ما بحس بوجود ربنا ونعمته بحس بإبليس بيكلمني بيقول لي أعمل الخطية دي واعمل دي، وأنا بسمع كلامه. أنا والدتي ست قريبة جدا جدا من ربنا وبتصلي لي على طول وعارفة كل حاجة عني عشان مش بخبي عنها حاجة، شغال على نفسي بقدر ما أقدر، أنا تعبت كل يوم بنام على وعظات لقدسك، الغريب أني ببقى عامل الخطية بس مش بعرف بنام غير لما على كلمة ربنا، بحس بتناقض شديد جدا في شخصيتي، واحد بيحب ربنا واحد بيعاوز يقرب منه وواحد إبليس متمكن منه وموقعه في قلب الخطية. وكنت سمعت وعظة القدسك عن اليأس وعرفت أن اليأس من أسوأ المراحل اللي ممكن تمر على الإنسان، وأنا ضعيف وبغلط وبحاول أغلب شيطاني ومش عارف لوحدي، صليلي وقولي أعمل إيه لأني مش طبعي. بص يا حبيبي، أنا السؤال أطول من كده بس أنا فهمت اللي فيه، فهقول لك حاجة. أول حاجة إحنا نشكر ربنا أنك بتحب ربنا وكاره الخطية. ممكن إبليس يكون موجود وبيحاربك وبينجح أحيانا بس هفكرك بحاجتين. أول حاجة، ربنا إداك سلطان على الشيطان وما إداش السلطان ده للشيطان عليك. إحنا بنصلي بيقول أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب، والكلام ده جايبينه من إنجيل معلمنا ماري لوق. وبالتالي انت محتاج تجاهد اكتر شوي، تقرا انجيلك اكتر شوي، تزود في مطنياتك برجوعك لاب اعترافك، لو ادى الامر تصوم اصوام شديده حتى لو فيها جزء من الانقطاع علشان ربنا يديلك نعمه وينظر لضعفك. يعني انا شايف الرغبه عندك انك تبقى كويس بس الجهاد اضعف شوي، والجهاد يكون متكل على نعمه ربنا بالتمام
وتكلم ربنا طول النهار وتقول صلاة يسوع طول النهار لغاية لما ربنا يرفع عنك الحرب دي. وإن شاء الله لينا نصرة في اسم المسيح وفي معونته، وعقد ما تقدر جاهد وتناول وربنا يرفع عنك الحرب دي. هنكتفي بالأسئلة كده عشان يبقى عندنا وقت للكلمة بتاعتنا، وإن شاء الله دي هتبقى آخر حلقة لينا مسجلة. المرة الجاية هنتقابل في الكنيسة بنعمة ربنا. هناخد فاصل صغير وبعد كده نكمل حلقتنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قبل ما ابتدي براجع معاكم إن بنعمة ربنا دي آخر حلقة مسجلة، وبعد كده هنتقابل بنعمة ربنا في الكنيسة بدءا من الأربع اللي جاي اللي هيكون موافق 21 في الشهر. بس ليا طلب منكم يا شباب تساعدونا، احنا هناخد بعض الإجراءات الاحترازية لأن لسه فيروس كورونا شغال في العالم. صحيح ربنا يمكن محافظ علينا شوية والنسبة عندنا قليلة، لكن احنا لازم نخلي بالنا وما نستهترش. فما حدش هيخش الكنيسة من غير ما يكون حاطط الماسك او الكمامة على وشه، دي مش هتحصل، يعني مش هيسمح لي بدخول الكنيسة اساسا، ده من غير زعل. نمرة اتنين، مش هنقعد اكتر من اتنين في البنج، يعني البنج اللي بيشيل اربعة هيقعد عليه اتنين مش اربعة، لان لازم نسيب مسافات احترازية بيننا وبين بعض. واول ما الكنيسة تتملي تحت هنقفل الابواب وهنفتح فوق الدور التاني، ولو الدور التاني اتملى هتبقى الطرقات اللي خارج الكنيسة نبتدي نقعد فيها. لكن ارجوكم نتعاون مع بعض، لان انا لسه حتى ما عنديش تصور عدد الناس اللي هتيجي قد ايه. ممكن يكون العدد قليل وما تحصلش مشكلة، وممكن العدد يكون كبير، هنحتاج نتعاون مع بعض. ساعدونا لان احنا عاوزين نرجع الاجتماع بس مش عاوزين نرجع المرض تاني. ان شاء الله نتقابل على خير وربنا ما يسمحش باي حاجة وحشة، وانا هعتمد على تفهمكم للموقف ده ان احنا نكون حارسين وفرحانين بوجودنا في بيت ربنا. امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. افكركم ان احنا اخذنا سلسلة عن انتم، فقلنا انتم ملح الارض ونور العالم وانتم لا تفهمون، وقلنا حاجات كتيرة فانتم كتيرة. النهاردة هتكلم على آية جت في سفر الخروج. الآية دي بتقول الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. الأول الآية دي جت فين؟ الآية دي جت لما كان موسى طالع مع بني إسرائيل، سابوا مصر وصلوا لقبل حدود البحر، وبعدين مرة واحدة اليهود خافوا، نسيوا ربنا اللي كان بيقاتل عنهم وضرب أرض مصر بعشر ضربات من أجل حريته. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هم خافوا وقالوا لموسى النبي هو أنت خرجتنا عشان تموتنا؟ فالحقيقة اللي حصل إن موسى انزعج وابتدى يصلي ربنا، فربنا قال له أنت خاف من إيه؟ مد العصاية وشق البحر. دي القصة بتاعت الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، لأن الآية دي قالها موسى للشعب علشان يطمنهم. الآية دي لما إحنا بنيجي نتكلم فيها مع الشباب بصفة عامة، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، يقول لك دي معناها سلبية. هو مش من حقي إن أنا أدافع عن نفسي؟ هو أنا مش من حقي إن أنا أرفع قضية لما واحد يكون ظالمني؟ أنا ما قلتش إن ده مش من حقك. الحقيقة من حقك إنك تدافع عن نفسك. المسيحية ادتنا الحق دي، ودي كانت إجابة لأحد أسئلة قداسة البابا في أسئلة مع الناس اللي هي المجموعة الأسئلة اللي اتجمعت في كتب بعد كده. وكان في واحد بيسأل سؤال محدد، لو أنا في واحد جه يتهجم علي أنا وأسرتي، مش الغريزة الطبيعية بتاعتني إن أنا دافع عن أسرتي وعن أولادي حتى لو أنا أفديهم؟ فالبابا جاوب وقال المسيحية مش ضد الدفاع عن النفس. طب أنا اتظلمت قوي وفي ناس عاوز أثبت حقي، هل ممكن فعلا أقاضيهم من أجل الحق؟ الحقيقة برضو ده مش غلط، بس في مستوى أعلى. لأن عادة الناس اللي بتبقى بتتشاكل عشان تجيب حقها بإيديها، أو الناس اللي بترفع قضايا
بتفقد سلامها وبتصرف فلوسها وبتبقى عندها مشاكل كتيرة قوي. وعلشان المسيحية دين سلام مش دين اقتتال، فإحنا بنفضل المستوى الأعلى. اللي أنا قلته ده مش غلط، ده في بعض الأحيان ممكن الكنيسة تنصحك إنك أنت ترفع قضية حتى ولو في الأحوال الشخصية من أجل بعض الحقوق يعني. لكن أنا بتكلم على إن أوقات كتير قوي الإنسان بيعتمد على ذراعه في إن يجيب حقه، دي فيها مشاكل وعقبات كتيرة قوي ممكن تقابلني. ففي حل أفضل، إيه هي؟ إن الإنسان اللي عايش مع ربنا وعايش حياة التسليم بيفضل إنه لا يدخل في منازعات أو مشاجرات أو قضايا أو خلافات، ويسلم لربنا القضية ويقول له أنت قلت لي النقمة أنا أجازي، يقول رب الجنود، أنا مش هطلب بحقي ولا هنتقم ولا همشي في الشر، بس أنت يا رب المسؤول عن حقي. ومدام أنت حملت ربنا المسؤولية بقى ربنا مكلف كوكيل ليك وعنك في أنه يجري عدلا على الأرض. يبقى إحنا مش ضد الدفاع عن النفس، ولا ضد في بعض الأحيان أن ممكن حتى الكنيسة من أجل الحق أرض بتاعت كنيسة وحد أخد عليها حكم مزور بتوقيع مزور الأرض دي بتاعته، الكنيسة هتسيب الأرض بتاعتها؟ لا طبعا، هترفع قضية، مش هتقعد كده وتقول الرب يقاتل عنا ونحن صامتون، وإن كان لازم تعمل دي مع دي. فإحنا مش ضد إن الإنسان يحاول ياخد حقه، بس في مستوى روحاني أعلى ربنا عاوز يعلي عينيا وقلبي عن حتة الصراع وحتة الانتقام وحتة القضايا وحتة المخاصمة من خلال الآية اللي بنتعلمها مع بعض النهاردة، بتقول الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه مع بعض، متى يقاتل الرب عن شعبه، أو متى يقاتل الرب عن ابنه اللي هو لجأ للصمت ولجأ لأسلوب التسليم؟ يعني في واحد يقول لك أنا هروح للمحامي وهروح للقاضي، وفي واحد تاني يقول لك أنا الحقيقة هروح أفوض ربنا ووكل ربنا في الأمر ده. ده طريق وده طريق، إذا ما أنكرناش الأولاني لكن إحنا بصراحة بنفضل التاني على الأقل، مش في كل الأحوال. بس السؤال إمتى ربنا يقاتل عنه؟ نمرة واحد، عند هياج الظلم. أوقات بيبقى الزمن اللي الإنسان عايش فيه زمن صعب، زمن رديء، الناس فيه ممكن تظلم بقلب قاسي ومش حاسة إنها بتعمل حاجة غلط. فلما الظلم يبقى شديد الرب يجري عدلا. أوقات الإنسان ما بيبقاش عنده لا قدرة قدام الظلم وقدام طوفان الظلم إنه يقاتل أو حتى حد هيسمعه. الكلام ده حصل مع مين؟ هاخد اتنين من الكتاب المقدس. واحدة اسمها سوسنة اللي بتحب جوزها وعايشة في العفة والطهارة، واتنين شيوخ يعني في مقام كهنة أو في مقام ناس كده أولياء في الشعب اشتهوها واتفقوا ان يجرجروها لخطية الزنا، وهي خدت قرار ان انا اموت عفيفة على ان انا ادنس جسدي وعيش سنين طويلة، والدنيا كلها تقوم عليها، والاتنين الشيوخ يقوموا الشعب لدرجة ان بيجيبوا حكم انها تترجم وهي حية لان دي عقوبة الزنا. ربنا يسكت؟ هي صمتت، صمتت امام هذا الظلم، لكن ربنا ما يسكتش. يبعت شاب معدي اسمه دانيال ويحس بالروح كده ان في مكيدة، فياخد كل شيخ على جهة ويقول له لما هي زنت مع الراجل اللي انتوا بتقولوا عليها وادعيتوا عليها كذا كان في أي مكان؟ فواحد قال مكان والتاني قال مكان تاني، أنا بقول القصة باختصار يعني. فاكتشفوا كذبهم وربنا قاتل عن سوسنة، وبدل ما هي اللي ترجم الاتنين الشيوخ دولة تم رجمها. الرب يقاتل عن دانيال نفسه، دانيال الشاب البريء اللي كان بيحب ربنا فبيسجد له كل يوم 3 مرات ويعبده، وتتعمل ضده مكيدة إن أي حد ما يسجدش وما يطلبش من الملك ويطلب من إلهه تكون عقوبته إن يترمي في جب الأسود. والملك بيحب دانيال، بس الملك كان طلع قرار بكده
والملك بقى في موقف محرج قوي، فأخذ دانيال ورماه في جب الأسود. ظلم وشاية. طب ربنا يسيب دانيال؟ لا، الرب يقاتل عن دانيال. فيعمل إيه؟ يبعت الملاك تسد أفواه الأسود، ويخلي الملك تاني يوم يصحى من بدري يطمن على دانيال، فيرد عليه دانيال فيخرجه ويحدف الناس اللي كانت عاملة الوشاية. فبيقولك الأسود اللي كانت ماسكة نفسها ربنا سمح لها إنها تلتهم الناس دي وهي نازلة في الهواء. يعني هما بيتحدفوا كده قبل ما، أو وهم داخلين لهم قبل ما يعملوا أي حاجة كانوا بتاكلوا خلاص. يا للدرجة دي؟ آه، لما الظلم يزيد قوي اوعى تفقد رجائك، ارفع عينك وقول له يا رب وعدك صادق، انت قلت انك تقاتل عن اولادك عندما يصمتون. والظلم اللي احنا فيه ده مخلي مش حد عاوز يسمعنا ولا حد عاوز يفهمنا، ده اوقات ما بيدوناش الحق ان احنا نتكلم، لكن ربنا يقاتل عننا. لما الاباء الكهنة سنة 81 اتظلموا كلهم واتحطوا في معتقلات واتحطت لهم تهم، هم أبرأ ما يكونوا عنها، وكان صوت الظلم عالي لأن كان صوت الحكم حكم ظالم. واتحطوا كل الأباء الكهنة والأسقفة في السجن، والبابا شنودة نفسه اتحددت إقامته في الدير. كان ما كانش عندهم غير طلبة واحدة، أنت تقاتل عنا ونحن صامتون، إحنا هنصلي وأنت سوف تجري حكماً وسوف تجري عدلا. وربنا في أقل من 40 يوم اتدخل بإيد قوية وذراع قوية، وكلكم عارفين التاريخ المعاصر، أنا مش عاوز أتكلم عنه. يبقى إمتى ربنا بيقاتل عن أولاده؟ نمرة واحد، لما الظلم يسيب ارفع عينك لربنا وقول أنا يا رب وضعت أصبوع على فمي لا أتكلم، ولكن أنت وعدت وقلت أنك تقاتل عنا ونحن صامتوا. نمرة اتنين، امتى ربنا يقاتل عن شعبه وعن ابنه؟ احنا قلنا نمرة واحد عند هياج الظلم، نمرة اتنين عند هياج الشيطان. هياج الشيطان، الشيطان عمل فكرة فضل يجهز ليها قوي من ايام واحد اسمه كارل ماركس، وبعدين جه واحد اسمه لينين ودخل الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، لدرجة ان كانت احد التهم انك توجه ليك انك مسيحي أو متدين، لأن أي مسيحي أو متدين هو إنسان عدو للدولة التي لا تؤمن بوجود الله، اللي بقى المنهج بتاعها إن هم يدرسوا الإلحاد في المدارس إجباري. بس كان في ناس مؤمنين حلوين قوي بتصلي بدموع، حست إن هوجة الشيطان في الشيوعية أقوى بكتير قوي. 70 سنة تفتخر الدولة الشيوعية إنها عملت سفينة فضاء وبقى عندها صواريخ عابرة للقارات تحمل رؤوس نووية، والشعب يصرخ ويقول له يا رب ملناش غيرك، إحنا هنقدر نقف قدام الشيوعية دي إزاي؟ ده إن يعني في رومانيا وتشيكوسلوفاكيا كانوا يجيبوا الكاهن يخيروه بإنه يعدم أو يتحط في سجن مدى الحياة أو يشتغل جاسوس للدولة الشيوعية، ولما يبقى عنده اعترافات لناس مش موالية للدولة يبلغ عنهم ويحطوا له أجهزة تسجيل وهو بياخد الاعترافات. يعني يا كاهن يا تبقى جاسوس عندنا يا إما هنشيلك خالص. ياه للدرجة دي؟ لو تعرفوا عملوا إيه في الرهبان وعملوا إيه في الأديرة وإزاي خربوا الكنائس بصورة قاسية وبصورة صعبة قوي. طب قولولي بقى هنعمل ايه قدام هذا المد الشيوعي؟ فربنا يقول لا، لما الشيطان يهيج على الدنيا دي كلها انا هتدخل. ونبص نلاقي الشيوعية هي نفسها بتنحل، يعني مش حد غلبهم، ده هم من بلدهم من روسيا نفسهم ربنا ضربهم بجوع ومجاعة، ما بقوش لاقيين القمح اللي عملوه اكل، وانتهى الاتحاد السوفيتي وانتهت الشيوعية واتفتحت الكنائس، ورئيس روسيا الحالي بقى يخش الكنيسة يحتفل بعيد الميلاد وعيد القيامة. يا انت فعلا يا ربي زي ما قلت بالظبط، الرب يقاتل عنا
لما نفقد القدرة والقوة فنقول له يا رب أنت تقاتل عنا ضد هياج الشيطان، ويبتدي ربنا يشتغل ويقاتل عن أولاده. قلنا ربنا يقاتل عنا، نمرة واحد عند هياج الظلم، اتنين عند هياج الشيطان، تلاتة عند صراخ أولاده لما يبقى فيه عجز. المشكلة أكبر بكتير قوي من أنا أعمل معاها أي حاجة. ربنا يقاتل عنا ونحن صامتون. حكايتين حصلوا في الكتاب المقدس مع اتنين من ملوك يهوذا، واحد اسمه يهوشافاط واحد اسمه حزقية. المشكلة كانت أكبر بكتير قوي 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 ما أنت تتخيلها. يعني تتصور مثلا أن روسيا وأمريكا وأوروبا قرروا يحاربوا مصر، فرصتنا في الفوز شكلها ايه؟ بقول لكم روسيا بكل جيشها، امريكا بكل جيشها، والاسطول وال مش عارف حاملات الطائرات والاسطول السادس والاسطول السابع، واوروبا بكل حاملات الطائرات جايه تحارب مصر، فرصتنا في النجاح ايه؟ صفر. ده حصل في الكتاب المقدس. ايام ملك اسمه يهوشافاط اتجمع عليه ثلاث شعوب، شعب اسمه جبل سعير والعمونيين والمؤابيين. التلات شعوب دولة عملوا تحالف. هو بص كده قال له يا رب ما عندناش قدرة ولكن نحوك أعيننا، بصراحة احنا عاجزين بس هنصرخ ليل ونهار. نفس القصة دي تحصل أيام أشعية وأيام حزقية. دولة أشور تبعت قائد كبير قوي اسمه سنحريب مسح كل الأرض اللي مر عليها والدور على شوية اليهود اللي باقيين بقى، وبقى يعايرهم ولهم فين الإله بتاعكو ده؟ يقول الكتاب المقدس في سفر أخبار الأيام إن أشعية وحزقية صرخا إلى الرب، قالوا له تعالى بقى يا رب قاتل عننا لأن إحنا مش قد الموقف. مع يهوشافاط ربنا يقوم حرب بين التلات شعوب المتحالفة اللي هتاكل شعب بني إسرائيل، ويقوموا على بعض يموتوا بعض طول الليل، ويقوم يهوشافاط يلاقي التلاتة موتوا بعض كده، وكل اللي يعملوه يروح يجيبوا الغنم بتاعهم اللي هي السبايا ويرجعوا. ومع أشعية اللي كان مع الملك اللي اسمه حزقية ربنا يبعت ملاك يقتل 185,000 في ليلة واحدة. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. أوقات كبيرة قوي الإنسان بيبقى عاجز قدام الموقف، عاجز قدام الإنسان اللي قدامه أو الدولة اللي قدامه، فيعرفش يعمل غير أن يصرخ زي ما عملت يهوديت وزي ما عمل جدعون وزي ما عملت ناس كتيرة قوي. أنا قلت التلات حاجات لغاية دلوقتي، متى يقاتل الله عن أولاده؟ نمرة واحد عند هياج الظلم، اتنين هياج الشيطان، تلاتة صراخ أولاده ليه. امتى كمان ربنا يقاتل عن اولاده؟ عند توبتهم ورجوعهم. يعني ايه عند توبتهم ورجوعهم؟ ناخد برضو حكايه تبين لنا الموقف ده. في موقف كده حصل ازاي ربنا قاتل عن شعبه. لو بصينا لسفر اسمه سفر القضاء هنلاقي فيه رتم متكرر جوه السفر ده، إن شعب بني إسرائيل يبعد عن ربنا ويتجوز من الأمم أو يعبد الأوثان، فربنا يتخلى عنه. ولما ربنا يتخلى عنه يخش الأعداء بقى، سواء كانوا فلسطينيين، سواء كانوا مؤابيين، سواء كانوا عمونيين، سواء كانوا مديانيين، ويحتلوا شعب بني إسرائيل ويذلوه وياخدوا منه كل خيرات أرضه. فيقول لك ايه؟ فصرخ اسرائيل الى الرب، تابوا، قالوا فهمنا يا رب احنا اللي بعدنا عنك ونستاهل اكتر من كده. فربنا يبعت قاضي، القاضي ده مره يكون اسمه شمعون، مره شمشون، مره يكون اسمه جدعون، مره يكون اسمه يفتاح. المهم يعني ربنا يبعت لهم قاضي ومنجي. والغريبه قوي ان السفر ده كله بيتكلم على الحقيقه دي، شعب بني إسرائيل يبعد يتغلب وينكسر، يتوب ويصرخ لربنا، ربنا نجيه ويقاتل عنه ويديله النصر. أنا وإنتم كده.
أوقات الشيطان بيقوى علي، وأوقات الظلم يعلى علي، ويكون الغرض من التجربة دي كلها بالرغم إن أنا بقول له يا رب مش أنت قلت تقاتل عني وأنا صامت، يقول لي طب هو أنت الأول يا حبيبي تايب؟ ما تفهم إنك تتوب الأول وترجع لي الأول تتمتع بحمايتي. يلا بقى قوم توب، قوم توب وانت شوف انا هقاتل عنك قد ايه واجيب لك حقك ازاي. فالله يقاتل عني وانا صامت. نمرة واحد عند هياج الظلم، اتنين هياج الشيطان، تلاتة عند العجز والصراخ امام مشكلة اكبر مني، اربعة لازم اكون انا كمان تايب، خمسة ودي النقطة الأخيرة، متى يقاتل الله عن أولاده وهم صامتون؟ أقول لكم إمتى؟ عند الزمن المناسب. يعني عند الزمن المناسب؟ يعني ربنا عنده ترتيب، إن في أوقات زي سوسنة القصة اللي إحنا قلناها لما صرخت لربنا بعت لها دانيال أتوانس في نفس اللحظة، لأن خلاص هتعدى، ومع واحد تاني بالرغم انه صرخ لله لانه كان مظلوما وهو بيدافع عن عفته، ربنا لم يتدخل الا بعد 11 او 12 سنة اتسجنهم يوسف. الله طب انت ليه ما قاتلتش عن يوسف؟ ما انت بتحب يوسف يا رب. مين قالك ان انا مش هقاتل عن يوسف؟ مين قالك ان انا مش هخرج يوسف من السجن؟ بس في الوقت اللي انا شايفه مناسب، لأن يوسف لو كنت خرجته من الأول أول ما صرخ لي كان أخرتها عمل إيه؟ فضل شغال عبد في أرض مصر، أو بالكتير لم شوية فلوس وهرب رجع لأبوه. لكن ده أنا عاوز يوسف ده في مهمة كبيرة قوي، أنا عاوز يوسف ده ينقذ العالم كله، وعشان كده هسيبه في السجن. هو أنت ما سمعت صراخه؟ سمعت صراخه وقلت هأقاتل عنك وأنت صامت، بس استنى شوي، لكل شيء تحت السماوات وقت. فربنا يقاتل في الوقت المناسب مش في الوقت اللي أنا شايفه مناسب. مشكلتي أنا عشان إنسان وعمري محدود دايما بستعجل ربنا، لكن ربنا عنده المواعيد بحكمة إلهية، فأنقذ العالم ورجع يوسف كرجل ثاني في أرض مصر، وأغنى رجل بعد فرعون في أرض مصر كلها من أجل استبقاء حياة. يبقى ربنا عارف الوقت المناسب. قصة تانية، القصة التانية بتاعت مثلا سفر الرؤية، ودي بتعلمنا ان ممكن الله يجري عدلا، لان العدل عند ربنا عمره ما هيسيبه، لان ده صفة من صفات ربنا، فيقاتل عن اولاده ويعطي عدلا حتى لو مش في الوقت اللي هم شافوه فيه. بمعنى ايه؟ الدولة الرومانية عملت ايه في المسيحية؟ عدد من الشهداء لا تتخيلوه. كان كل يوم في العالم كله أي حد بيقول إنه مسيحي هو عرضة للذبح بعد التعذيب. عندنا السنكسار يشهد، وخلي بالكوا السنكسار ده مش عندنا احنا وبس، يعني في التقليد الروماني عند الكنيسة الكاثوليكية ليهم عدد من الشهداء احنا ما نعرفوش، وعند القسطنطينية أو في كنيسة الروم الأرثوذكس ليهم عندهم جماعة من الشهداء احنا ما نعرفهمش، يعني العالم كله دفع دم الاستشهاد، لدرجة في إشارة كده في سفر الرؤية ان الشهداء اللي تحت المسبح بيسألوا ربنا وبيقولوا له لغاية امتى يا رب مش هتجيب لنا حقنا؟ مش انت قلت انك تقاتل عنا ونحن صامتون؟ فالملاك كده ربنا يأمره يقول له ايه؟ اديهم ثياب بيضاء وقول لهم استنوا شوية، لكن أنا هأجري عدلا. والمملكة الرومانية اللي كانت بتتحدى المسيحية تتحول لروما المسيحية، وتعتبر كنيسة من الكنائس الرسولية الكبرى اللي هم الخمس كنائس القدام. يبقى ربنا قاتل عن أولاده، بس الحقيقة الوقت بتاع ربنا غير الوقت بتاعي. بس اوعى تشك ان ربنا عادل، اوعى تشك ان ربنا لو استنى انه نسي. ربنا ما بينساش. اتفرج على تاريخ الكنيسة بتاعتنا، احنا اتعرضت لظلم على قد ولا قد ايه؟
العثمانيين تعبونا قد ايه، المماليك تعبونا قد ايه، الدول المتعاقبة عملونا قد ايه واضطهدونا قد ايه، وشوف قد ايه الكنيسة باقية وربنا اقامها. يبقى ربنا يقاتل عن شعبه، بس لازم انا وانتو نتعلم حاجتين: واحد التوبة، اتنين الصراخ. لما تكون حاسس انك مظلوم ما تبكيش على نفسك او انك مظلوم، دور الاول على توبتك، ولما هتقدم توبة وتصرخ لله هيبقى عندك ثقة ويقين ان ربنا هيجيب لك حقك بصورة او باخرى. مش درجة بقى في ثانوية عامة عشان تخش كلية، لا مش هو ده الكلام اللي اقصده، انا اقصد حاجات اكبر بكتير قوي من كده. لكن اوعوا تنسوا الآية بتاعت النهاردة: الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. وبنعمة ربنا نتقابل الاربع الجاي في كنيستنا في اجتماعنا الراعي الصالح، مع كل الإجراءات الاحترازية اللي أنا قلت عليها. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.